مأذن العام لعام 24 مخمنة ب 163 مليار دولار نفقات، في حين الإيرادات لا تتجاوز ال 111 مليار، وبالتالي عندنا عجز قدره 49 مليار دولار سنويا، هذا عجز مخطط. الإيرادات ال 111 مليار، 90 مليار هي إيرادات نفطية وحوالي 21 إيرادات غير نفطية. هذا يعني 80% من الإيرادات هي نفطية و20 فقط هي إيرادات غير نفطية. هذه الأرقام تؤشر خلل كبير في هيكلية الاقتصاد العراقي، وتجعل الاقتصاد والموازنة رهينة لكل تقلبات أسعار النفط بسبب النسبة العالية لاعتماد الإيرادات على النفط. الآن نجي على إنتاج النفط. الموازنة هذه مصممة على 3.5 مليون برميل يوميا يصدر بسعر 70 دولار. بعد ما تنخفض أسعار النفط دولار واحد فقط في اليوم، يعني نخسر أكثر من 3 ملايين دولار يوميا، وبالشهر تقارب 100 مليون، وعلى مدى عام واحد لو استمر الانخفاض عن 70 دولار تخسر الموازنة العامة 1.2 مليار. هذا راح يضاعف ويزيد العجز. هذا إذا كان الانخفاض دولار واحد. نعم دولار واحد. أما إذا صار انخفاض 10 دولارات، تخيل سيكون الخسارة أو تراجع في الإيرادات 12 مليار. يعني العجز بدل ما يكون 49 مليار سيقفز إلى 60 مليار. لكن لحسن الحظ العام 2023 الأرقام كانت دائماً فوق 75، وبالتالي كان هناك هذا ارتفاع، بالتالي الارتفاع لازم ينعكس ايجابا على الموازنه. نعم هذا حصل، لكن لانه احنا عندنا عجز كبير، هذه السيوله الاضافيه خففت من العجز وخففت من ضروره الاستمرار بالاقتراض والاستدانه من مناشئ عديده. احنا العجز هذا النقص ليش بس ياثر على العراق؟ هو كثير من الدول المنتجه ضمن التحالف الاوبك والاوبك بلس. الفرق اللي سببين، اولا الانتاج العراقي كبير، نعم ينتج اكثر من 4 مليون برميل لكن يصدر 3.3 وفق ضابط اوبك، لكن نسبه اعتماد الاقتصاد كبيره على النفط، وبالتالي هذان العاملان هم اللي يجعل العراق اكثر عرضه